إذا شوف تصريحات يعني على النقيض من تصريحات القادة السياسيين السنة يعني من المكون الشيعي أقصد، أكو رفض للقانون، أكو رفض بحجة إنه يريدون يطلعون الإرهاب الإرهابيين. هذا مو هو المقصود. المقصود من السنة اللي طرحوا السنة إنه أكو صارت إشكالات في قضايا التحقيق والحكم في ظروف معينة، يعني ظروف داعش وما بعد داعش و يعني لم تتخذ الإجراءات القضائية السليمة، وكان أكو تعذيب أو كان اعترافات بالإكراه، الاعترافات بالإكراه أو المخبر السري أو المتهم الشاهد يتحول من مجرم إلى شاهد على قضية أخرى وهكذا. فأكو قسم منهم عولجا في قانون العفو العام 2016 وأرادوا تعديل أنه إحنا تلافيا لهاي الإشكالات وحتى ما ينظلم ناس والناس الأبرياء ما تنظلم، طرحوا السنة فكرة إعادة التحقيق في بعض القضايا مو كلها. ممكن قضايا ممكن تصير يعني، يعني إذا صار توافق سياسي عليها وتوافق مع القضاء وصار بند يعني بالقانون، يعني هو هذا قيد النقاش راح يدخل بالبرلمان. طيب والحسم راح يكون بالبرلمان. طيب الحكومة أنطت صيغة يعني صيغة عامة ودزتها للبرلمان لأن القرار قرار البرلمان، يعني قرار التعديل والخلافات كلها هناك تنعكس. طيب فأعتقد راح يبدي قريبا القراءة الأولى لهذا القانون. يلحق قبل الانتخابات؟ ما أعتقد يلحق قبل الانتخابات، وربما أكون ناس مثل يدي أيضا يصير قبل الانتخابات. رؤية السيد السوداني بالموضوع شنو؟ السيد السوداني الرجل تاركها على البرلمان، يعني ما راد ينطي رؤية الحكومة حاسمة لأن أكو ورقة اتفاق سياسي. طيب دز الصيغة على ضوء الاتفاق السياسي، أكو كم جملة بالاتفاق السياسي أنه تعريف الإرهاب من هو الإرهابي، فعلى ضوءها حول الملف إلى البرلمان. طيب يبقى الحسم بالبرلمان لأن هناك النقاش وهناك التفاوض بين الكتل، في كل الأحوال الحسم راح يكون بالبرلمان. طيب فربما يعني استفاد من البعض القضايا الخفيفة يعني. نعم. بس إذا أكو إرهاب ومعترف له على قتل كذا أو معترف على تفجير سيارة سيارتين، يعني أصحاب الحق الشخصي يعترضون. نعم. طبعا يعترضون. نعم. من حقهم هذا.